خلونا نروح لخبر آخر. الهيئة العامة للرعاية الصحية هي الأداة اللي بتعمل الدولة أو بتعمل الدولة من خلالها على تقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل. الدكتور أحمد سكي رئيس الهيئة أكد أن الهيئة بتسير وفق توجيهات القيادة السياسية فيما يتعلق بتيسير حصول المنتفعين على خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل، وأنه بالتزامن مع الموجة الثانية لكورونا اتخذت الهيئة إجراءات أكثر صرامة لمنع انتقال العدوى من وإلى المنتفعين. خصصت الهيئة 84 سرير داخلي، 39 سرير عناية مركزة موزعة على 3 مستشفيات تابعين للهيئة لاستقبال الحالات المصابة بكورونا. كمان الهيئة وضعت مجموعة من الخطط الاستباقية بشأن التعامل مع فيروس كورونا. خلونا نستقبل عبر الهاتف دكتور فريد محرم، المستشار الاقتصادي لرئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية وعضو مجلس إدارة الهيئة. يا دكتور برحب بحضرتك. اهلا وسهلا يا فندم، مساء الخير، ازي حضرتك؟ بشكرك. زي حضرتك، كيف تستعد الهيئه لموجه ثانيه من كورونا، والى اي مدى فهمنا كده يا دكتور انه الهيئه والمستشفيات التابعه للتامين الصحي ليها دور كمان في الموجه الثانيه؟ طيب يا فندم، الاول انا بحيي حضرتك على فتح الموضوع ده النهارده، وخاصه ان هيئه الرعايه الصحيه ومنظومه التامين الصحي الشامل في بورسعيد ده هديه الرئيس عبد الفتاح السيسي للشعب المصري. والحقيقه احنا في هيئه الرعايه الصحيه وبدايه من بورسعيد كان اول سنه تشغيل، والحقيقه كان واجهنا مع اول سنه تشغيل كوفيد 19 الموجه الاولى، والسنه الثانيه كوفيد 19 الموجه الثانيه. احنا الحقيقه في الهيئه عملنا 4 اجراءات عشان نواجه جائحه كورونا. الاربع اجراءات دي تمثلت في اول حاجه احنا فتحنا خط استشارات ساخن لمواطنين بورسعيد والمنتفعين من منظومه التامين الصحي الشامل. الحقيقه عن طريق الخط ده يقدروا يتصلوا بغرفه عمليات هيئه بورسعيد. بس يا دكتور، هو حاليا في بورسعيد يا فندم، لان احنا هيئه الرعايه الصحيه هي المسؤوله عن تطبيق منظومه التامين الصحي الشامل في بورسعيد. نعم. فانا هتكلم على النقطه دي بالتحديد يعني. نعم. في خلال بدايه الخط الساخن اللي احنا فاتحينه مع المواطنين في بورسعيد استقبلنا 4445 مكالمه على مدار من شهر يوليو اللي فات حتى الان يعني. الخط ده مسته في ايه؟ ان احنا بنبدا نطمن المواطنين بتوعنا، وبيبداوا عن طريق اطباء واخصائيين في مكافحه العدوى وفي كوفيد 19، بيبدا المواطنين بيكلمونا عن الاعراض، وبالتالي بنبدا نعمل بنسميها فرز عن بعد. مين المواطن اللي يقدر يجي للمستشفيات لو الاعراض عنده وصلت لحد معين، ومين المواطنين اللي بننصحهم ان هو ممكن يعمل يقعد يعني يعزل نفسه، يبدأ في البيت ويعزل نفسه، ومين المواطن اللي ممكن يجي عندنا عشان ياخد بنسميها بروتوكول العلاج. دي الخطوه الاولى اللي احنا كنا عملناها. الخطوه الثانيه الحقيقه الهيئه عن طريق 3 مستشفيات خصصتهم لعلاج مرضى كورونا في بورسعيد، تمام؟ خصصنا زي ما حضرتك قلت في بدايه الحوار، خصصنا 84 سرير داخلي مقسمين على 3 مستشفيات، هي مستشفى المبره والزهور والحياه في بور فؤاد، وفي نفس الوقت خصصنا 39 سرير عنايه مركزه مجهز باجهزه تنفس صناعي، لا قدر الله لو احد المرضى احتاج ان يتحط على جهاز تنفس صناعي. الحقيقه اكوردنج للاجراءين دول، يمكن محافظه بورسعيد من المحافظات اللي فيها نسب الاصابه محدوده جدا، والحمد لله كمان حتى الناس المصابين بيتعافوا بشكل سريع. دكتور، هل في اجراءات، انا عارفه انه التامين الصحي دخل محافظات اخرى، ولو هنتكلم مثلا الاقصر، هل في اجراءات مشابهه، ولا احنا التجهيزات دي دلوقتي في بورسعيد وبعدين يعني يمكن تذهبوا باستعدادات لمحافظات اخرى؟ تمام. هو الحقيقه التامين الصحي في طريقه ان هو يدخل محافظه الاقصر وبعد كده الاسماعيليه ان شاء الله. حاليا الاقصر ده بس الناس بدات تسجل فعلا يا دكتور، صحيح؟ بدات تسجل طبعا. احنا الحمد لله رب العالمين عدد المسجلين على مستوى مصر حاليا احنا وصلنا ل 3.7 مليون مسجل في التامين الصحي في محافظات اللي بنسميها المرحله الاولى، اللي هو حاليا بورسعيد والاقصر والاسماعيليه وبعد كده جنوب سيناء والسويس. الحقيقه الاجراء الثالث اللي هيئه الرعايه الصحيه خدته، وده كان اجراء بنسميه الوقايه خير من العلاج، ان احنا بدانا نعمل اجراءات منع التزاحم، ان بيتم للمواطنين اللي مش مصابين بكورونا ولا عندهم اعراض
بس ممكن يحصل نوع من انواع اللي هم تتنقل لهم الاعراض لا قدر الله عن طريق ان هم يجوا المستشفيات، فبنخليهم يحجزوا العيادات بتاعتنا سواء وحدات الرعايه الاوليه او المستشفيات عن طريق برضه خط ساخن وهم موجودين في اماكنهم. وكمان بدانا مع مرضى الامراض المزمنه في بورسعيد ان احنا عن طريق صيدلياتنا نبعت لهم العلاج بتاعهم زي امراض السكر والضغط لغايه البيت، وده مجانا تماما عشان ما نخليش المواطن يجي لغايه المستشفى ممكن يتعرض لعدوى او حاجه. الاجراء الرابع وكان اتفضل يا دكتور. الاجراء الرابع والحقيقه اللي احنا كان لان ده بقى الجيش الابيض اللي احنا لازم نحافظ عليه هو حمايه الاطقم الطبيه نفسها من انتشار العدوى. والحقيقه كان رئيس الهيئه الدكتور احمد سكري كان طلع منشور يعني من حوالي 6 شهور كده اداري ان بيحصل نوع من انواع التناوب بين الاطقم الطبيه وفي حاله خروج الطاقم الطبي عشان يقوم باجازه احنا فعلا بنعمل له مسح كامل عشان نشوف مدى اصابته بالعدوى لا قدر الله، وبيروح يرتاح في مكانه، ولو وهو راجع كمان بنعمل نفس المسح عشان نتاكد من سلامه الاطقم الطبيه ان ما فيش انتشار للعدوى بينهم. دول كانوا 4 اجراءات اتخذتهم الهيئه العامه للرعايه الصحيه كان من شانها ان يعني تحد من انتشار فيروس كوفيد 19 في بورسعيد بشكل كبير. نعم. دكتور سريعا واخيرا بعد اذنك، ما ينفعش معايا وما اسالكش عن كيف هي الاوضاع في الاقصر؟ الحقيقه احنا في الاقصر بدانا نقسم المستشفيات بتاعتنا على مرحلتين. الحمد لله احنا دلوقتي في مرحله التشغيل التجريبي للمرحله الاولى. بدانا نشغل حاليا يعني من الحاجات اللي احنا بنفخر بيها الحقيقه تطبيق منظومه التامين الصحي في الاقصر ان احنا بدانا نفتح مستشفى الاقصر الدولي بشكل تجريبي، وان شاء الله قريبا جدا محافظه الاقصر بالكامل هتدخل منظومه التامين الصحي، والمنتفعين في محافظه الاقصر ان شاء الله يتمتعوا ب 2800 خدمه رعايه علاجيه وصحيه زي مواطنين بورسعيد بيتمتعوا في الوقت الحالي بنفس الخدمات. وقريبا جدا باذن الله يعني المحافظه الثالثه هتدخل على الخط اللي هي محافظه الاسماعيليه. عندنا منشآت طبيه على اعلى مستوى في محافظه الاسماعيليه، انا كمصري افخر بيها. الدوله المصريه لا تألو جهدا بصراحه في تقديم كل الدعم لمنظومه التامين الصحي الشامل. بشكرك يا دكتور، شكرا جزيلا. انا دكتور فريد محرم المستشار الاقتصادي لرئيس الهيئه العامه للرعايه الصحيه وعضو مجلس اداره الهيئه.